بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وقل ربي زدني علما، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أيها الإخوة المؤمنون، حيثما كنتم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إننا لنسأل الله تعالى أن يكتب هذه اللقاءات جميعا في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نعم، إن التأمل في قوله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يمكن للإنسان أن يقضي حياته معه ولا يصل إلى أن يؤدي جزءا من إحسان الله إلينا، وإنما حتى لا نكون من اليائسين لقصر أعمارنا، الله تعالى بين أنه يبارك الحسنات، الحسنة بعشر أمثالها، والله تعالى يضاعف لمن يشاء، والأعمال يزداد أجرها أحيانا بارتباطها بالمكان، وأحيانا بارتباطها بالزمان، والله تعالى خزائنه لا تنفد. لذلك من إحسانك إلى الله عز وجل أن لا تتوقف عن العمل والطلب، تعمل تخلص النية وتدعو الله تعالى، ادعوني أستجب لكم. حيثما أظلمت الحياة في عينيك قل يا الله فإنك ستستنير، وتتحول إلى مرتبة تلبية نداء الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ربنا تبارك وتعالى قال وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يا الله، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ليس من السهل على الإنسان بأنفته وعقله وقدراته أن يقابل جهل الجاهلين بالسلام. والجهل هنا ليس مضادا للتعلم والعلم، وإنما هو دلالة على العنف والقوة وسوء الكلام وما إلى ذلك من أنواع انتهاك حرمات الآخرين. هذا هو الجهل المقصود في هذا السياق القرآني. فالإنسان إذا خاطبه الجاهل ويعلم أنه جاهل وتعمد الإساءة إليه، وأحيانا في بعض المحيطات
العامة والخاصة تجد مجموعة من الناس يتآمرون حول إنسان يرون أنه من الاستقامة بمكان، ويعلمون أنهم لم يروه يوما في حالة غضب، يدبرون المكائد لاستفزازه، وليروه وقد خرج عن جلده وتحول عن طيبته. نعم، الشديد ليس بالسرعة، وإنما هو الذي يكتم غضبه عند اشتداد الغضب. خاطبهم الجاهلون، ونحن في محيطنا الاجتماعي نتعايش مع عديد ومع أصناف من الناس، منهم الطيبون، ومنهم من هم أصحاب المكر، ومنهم من هم أصحاب المكيدة، ومنهم من يريدون أن يكيدوا لك ليحتلوا مكانك، ومنهم من يتحركون من باب الحسد، ومنهم من يؤجرون على ذلك. هؤلاء جميعا سماهم المولى تبارك وتعالى الجاهلون. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال لنا: أحسن إلى من أساء إليك، ادفع بالحسنة السيئة. هكذا علمنا الإسلام. وهذا يقوم على ماذا؟ هل يقوم على عضلات ورك وضرب؟ لا، يقوم على الفصاحة والبيان والابتسامة على ملامح الوجه، والصبر على هذه الابتسامة في مثل هذه المواطن ما دام الظلم موجها إليك غير موجه لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام علمنا: لا يغضب غضبا شديدا إلا إذا انتهكت حرمات الله تبارك وتعالى. أما إذا كان الأمر يخصه أو هو من الأمور العملية الحياتية في العلاقات الإنسانية، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمر خادمه يوما بأن يقدم له شيئا من الأشياء. ذلك هو عليه الصلاة والسلام. هكذا يجب أن نكون في دماثة أخلاقنا، وهذه الدماثة لا تتجلى إلا عن طريق البيان، ذلك أن الله تعالى أحسن إلينا بالبيان. فعوض أن نستعمل هذا البيان ونحن قادرون نستعمله في الهجاء والسباب واختيار أقذع الكلمات، نختار سلاما سلاما. الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام من أسماء الله الحسنى، هي تحية أهل الجنة. فذاك الذي يكون منتفخ الأوداج وقد شحن من قبل بشحن وألم به الهوى وطغى عليه الشيطان، وهو يراك أمام صياحه وهيجانه تبتسم وتقول سلاما سلاما، فإما أن ينفجر في داخله كالبركان، وإما أن يرعوي إلى نفسه وأن يعود إليه رشده وأن يعود على أحواله بالتوبيخ، ولا يزيد خطوة أخرى. لماذا؟ لأن القوة لا ترد إلا بالقوة. فإذا هو قال لك كلمة سيئة، أنت رددت بكلمة سيئة، كتبت لكما سيئة، لكن عندما ترد بسيئة هو سيرد بأسوأ منها، وأنت ستختار الأسوأ، وهكذا ستظلان تغليان إلى حدود الانفجار، إلى حدود فقدان الأعصاب. والله تعالى أعطانا العلاج في صفات المؤمنين: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فلنحرص إخوة الإيمان على ألسنتنا وعلى كلامنا وعلى بياننا، لنبين أننا شاكرون لله عز وجل، وأننا نحسن لله، نحسن إلى الله عز وجل بألسنتنا هذه كما نحسن إليه بجميع جوارحنا، لأن الله تعالى تعبدنا
بهذا الذي أحسن به إلينا، فيا من لا إله إلا أنت، لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، طهر ألسنتنا من كل سوء، ورطب ألسنتنا بذكرك آناء الليل وأطراف النهار، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.